النهارده شايف حضرتك مسؤول عن شبكات الري اللي موجوده هنا تعرف بيك الاول شعبان الروبي اهلا بيك استاذ شعبان معدل تغيير شبكات الري في الاراضي اللي فيها نسبه ملوحه بيبقى انا في الاول كنت بعاني من ان الميه قليله فطبعا حلينا مشكله الميه بان احنا ركبنا شبكات ري وبيجي فيه تنقيط جت المهندسين بدات تشكي من الم... ال... النقطات بتتسد من الملوحه اللي جوه الميه فكان لازم ان انا اعالجها ايه اللي هيعليشها ان انا اركب جهاز يحلل الميه يكسر لي الاملاح فهو دوت اللي انا قدرت احل بيه ان انا نقطاتي ما تتسدش ما تتسدش يعني معنى كده ان انا بعد ما بعالج الميه بغير شبكه الري دي كل قد ايه والله هو بالنسبه لسد النقطات بيبقى بيفرق معايا في في نسبه الرواسب اللي بتطلع من البير نفسها وبيساعدها الاملاح اللي اللي بتطلع معاها فانا ممكن بدل ما كنت بغير الاول على سنتين دلوقتي بغير على خمس سنين اه وعلى حسب كفاءة الخرطوم نفسه اللي انا بركبه لان انا عندي خرطوم بيركب لعشر سنين فما ينفعش ان انا اجيب خرطوم عشر سنين واجي في ارض فيها ملح او فيها رواسب بتطلع من البير ويبوظ مني